في سلسلة حلقات هذا الشهر نحاول أن نعطي نصائح لتقليل نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني في البلاد. نصيحة هاي الحلقة هي التوجه لتعلم المواضيع اللي مميل لها والمواضيع اللي عليها طلب في سوق العمل، كمواضيع علم الحاسوب والكهرباء. لنتحدث عن الموضوع في توسع معنا اليوم في الحلقة الباحث ومدير مركز أفاق ياسر عواد، مدير مركز حراك رجا زعاتري، والمبرمجة في شركة انتر رنا فران شهيد. الفكرة انه احنا بنشتغل بالهاي تك، عادة الاغلب الناس بتفكر انه احنا النساء فيش عنا حياة بيتية، فيش عنا وقت لأولادنا لأطفال لأكل وهيك. الاشي مش مظبوط. اليوم بتوجه للنساء العربيات انه قضيه التربيه والتعليم وسيله التعليم هذا جيد، لكن في اشياء اخرى. لكن اليوم ما في عمل فيه، يعني بتتعلمي تربيه يعني وبتضيعي وقتك ومصاريك والى اخره. اليوم التوجه اذا بنقدر نتوجه لمواضيع ثانيه اللي بتتعلق بالتقنيه العاليه وفي لها شغل، واكثر شيء في البرمجه. هناك مواضيع هامه اخرى يجب علينا طرقها، كل مواضيع التكنولوجيا الحديثه، كل موضوع المهندسين الهاي تك. نتحدث اليوم عن ايضا حاجه كبيره في السوق الاسرائيليه لهذا الموضوع، وايضا هناك عده شركات يتم العمل معها ايضا على استيعاب طلاب وخريجين عرب في هذا المجال.